إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها. لدعم تطلعات الشباب وخلق الأفكار لمواجهة التحديات المعاصرة، أقامت جمعية مجموعة التفكير الاستراتيجي ملتقى الفكر الرمضاني الأول، والذي يستهدف الشباب العرب في مدينة اسطنبول، وبحضور علماء ودعاة وأكاديميين. نادي الشباب نظم هذه الفعالية، وهي الملتقى الفكري الرمضاني الأول للشباب ضمن فعاليات نادي الشباب التفكير الاستراتيجي في تعزيز وعي الشباب في المجال الإدارة الاستراتيجية والتفكير والتخطيط الاستراتيجي. أهم شغلة نحن اليوم نتعلمها هذا اللقاء تحديد الهوية. طبعا هذا الصراع الهوية اللي نحن عم نعاني فيه كشباب بتواجدنا، مثلا من وقت ما خرجنا من بلدنا من سوريا، أو أي كشاب خرج من بلده اتجه لأي دولة أخرى عم بيعاني بصراع هوية، أنه أنا كهويتي مسلم ولا هويتي أنا كسوري، ولا أنا شو بدي أقول. مثلا بيتجه للبلد المعين أو أي بلد ضيف هو فيه أو لاجئ أو يعني أي بلد بيسافر فيه، يحافظ على المبادئ الأساسية بالهوية، أنه ما تنصهر هويته الإسلامية أو خلفيته الإسلامية مع وجود هويات أخرى. الملتقى الفكري تضمن ورشة عن الذكاء الصناعي بين الحاضر والمستقبل، بالإضافة لندوة علمية حول الشباب ومناقشة التحديات الراهنة وتطوير الحلول المبتكرة والمستدامة. الشباب يبحثون عن نشاطات، يبحثون عن الحيوية، هذه الندوات تعطيهم بعدا آخر غير الدراسات الرسمية في الجامعات، وبالتالي لابد أن نكثر ونزود الشباب بمثل هذه الندوات. رأينا اليوم في القاعة يعني التفات والاهتمام كبير جدا من الشباب للمحاضرين، أنا منهم يعني فرحت أنني أتيت اليوم إلى هنا، يعني مع أن الوقت وقت رمضان أو زمن الصوم. النقاشات الفكرية الحيوية التي قد تشكل مستقبل العالم، ربما يكون للشباب دورا مهما فيها لإيجاد حلول مبتكرة تخدم المجتمعات وتحل المشكلات الحياتية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.